خالد الاتربي، مساء الخير. الخير يا كابتن. ازيك يا خالد؟ مساء حضرتك على المشاهدين الكرام. ربنا يخليك يا رب. قول لي بقى ايه اللي حصل بينك وبين هيرفي رينار؟ اللي حصل ان بكل بساطه انا شايف ان الفتره اللي فاتت كان مسؤولين اتحاد الكوره تصريحات يعني بشكل يومي على مدار الساعه، رينار تقرب، رينار تقرب، الخلاف على المقابل المادي، خلاف على المساعدين، خلاف على 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 كلام كتير. فتواصلت مع رينارد من حوالي يومين ثلاثه بصراحه، ما عرفتش اوصل له. النهارده رد عليا، قلت له بكل بساطه ان الجماهير المصريه بترحب بوجودك كويس كافضل مدربين على الساحه في الوقت الحالي وعلى درايه بالكره الافريقيه. قالوا يعني هو راح يعني قال اوكي، بس ما فيش اي مفاوضات من اي مسؤول مصري. ده تصريحاتك دي هتكون بمثابه المفاجاه للجميع، خاصه ان كل مسؤول في اتحاد الكوره بيقول ان المفاوضات معاك وان الازمه من عندك انت، ان مفيش اي نيه لتخفيض المقابل المادي او المساعدين. انا كلامي واضح والحقائق واضحه، مفيش اي مسؤول مصري كلمني لقياده المنتخب المصري. دي نمره واحد. نمره اثنين، انا في الوقت الحالي مرتبط بعقد مع كوتيفوار اللي هو بيعتبر من افضل منتخبات القاره في الوقت الحالي، ومن الصعب ان انا اسيبهم ايا كان العرض اللي هيتقدم لي. اسلوب ثاني عدت عليه كلام ثاني، ان كلامك ده هيمثل ازمه ويعتبر صدمه بالنسبه لمسؤولي اتحاد الكوره والراي العام. انا ما يهمنيش صدمه الراي العام بقدر ما يهمني ان انا اعرض الحقيقه كامله على الجميع، وان ما حدش يتاجر باسمي في اي مكان في بالاعلام. ده مجمل الكلام اللي تم عرضه. يعني ما حدش فاوضه من مصر؟ من الاساس هو انا بقول له المبالغات الماديه اللي اتكلمت اللي هم بيتكلموا عنها، قال ما فيش مبالغات ماديه علشان ما فيش تفاوض من الاساس. ولا في نيه للتفاوض انا معايا في الفتره الحاليه. انا ولا في نيه ان انا اسيب منتخب كوتوفار في الوقت الحالي. يمكن بيناورك يا خالد؟ مع صعب علشان حصل قبل كده ان اتكلمت معاه بالنسبه لتدريب النادي الاهلي قبل ما جريدي وتولى المسؤوليه، وكان برضه في الاعلام بيتردد بقوه ان النادي الاهلي بيفاوضه وان كده. كلمته برضه كان نفس الكلام، ما فيش حد فاوضني. بس الفارق الوحيد بين الوقت الحالي ووقت النادي الاهلي ان هو رحب بشده تدريب النادي الاهلي، بس كل اللي كان يعوق الموضوع ان النادي الاهلي ما فتحش اي مفاوضات رسميه معاه. انما في الوقت الحالي هو بيقول حتى لو تم التفاوض معايا بشكل رسمي انا صعب ان انا اسيب منتخب كوت ديفوار، خاصه ان انا متوج معاه ببطوله ومفيش اي سبب يخليني اسيب منتخب كوت ديفوار في الوقت الحالي. ما سالتوش انت ممكن تغير رايك في المستقبل؟ في المستقبل طبعا. في المستقبل طبعا، بس دلوقتي لا. دلوقتي لا. في المستقبل لكن دلوقتي لا. ده كلامه. انا بشكرك خالد، شكرا جزيلا على هذا الانفراد وهذا الحوار مع هيرفي رينار، وقد تكون مناورة.